سجل الفيديو. مساء الخير عليكم. النهارده هنقدم لكم فيديو للدوري مي بكل مميزاته. طبعا ده البيتش بندر، ده الفوليوم الرئيسي بتاعه، ده مفتاح الستارت والستوب بتاعه، السيك الربع تون اهي، ده الاوكتاف اللي تحت وده اللي فوق. طبعا عايز الاصوات الرئيسيه حاططها لي هنا اهو، والايقاعات الرئيسيه حاططها لي هنا اهو. عايز مثلا حاجه بلدي اسمع، عايز كورد ليها بدوس هنا على الكورد. عايز اصوات مثلا حاطط لك العود هنا اهو، صوت اللي بعديه كبيره بابا صافي الاصوات كلها. مثلا انت خدت صوت زي كده، انت عايز تسجيل في ده 114، انا عايز اجيب الصوت اللي بعديه بزود الزائد كولا من غير ما ادوس على الزرار اللي فوق نايم. انود الاكورديون اهو 112. طبعا في تراك واحد وتراك اتنين انك ممكن تسجل كمان من عليه من جوه، ده الديمو لو في اعياد الميلاد وانت عايز تسجل عليه حاجه. بيلعب لك ان الاصوات والايقاعات ينفع، الجهاز ده بيطلع الامكانيات دي وبتقلب طبعا. مسايك المي وال مسايك المي والسي. طيب هنا اهو ترانسبوس بتاع الطبقات، طب عارفه؟ بتاع الطبقات؟ ايوه اللي هو برجع او ازود الاثنين مع بعض. ده التيب تيمبو بتاعه اللي هو بتاع الايقاع، انا مشغل ايقاع عايز اسرع او ابطئ التيمبو. ايوه ده للبكرة. وهنا اقدر اعلي الارقام دي بتاع المصاحبه اللي هي بتاعتي كورد. ايوه انا شغال كورد عايز اعليه او اوطيه خالص. ماشي فهمنا، ده الاكتريه بتاعته. ده شرح سريع لل اللي هو ال بي 611 610 اللي هو الايد، ده الدوري مي اللي هو الشرقي والغربي. لو عجبك الفيديو دوس معانا لايك واستمتع معانا باحدث فيديوهات مع قناة فروع بيانو.